إلى آيات الله البينات وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسن محمد محمد طرطور المقيم بكفر أباظة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Mm-hmm.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
وجنات تجري من تحتها الأنهار. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسن محمد طرطور القارئ والمقيم بكفر اباظة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية تحت ادارة الحاج محمد ابو سرحان واولاده المقيم بالغار. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا
إنا لله وإنا إليه راجعون.